أعمى. كانت هي في البيت هي وجوزها لحالهم، وهي وجوزها أصم وهي أصم لحالهم في البيت. تمام، ابنها عندها ابن طفل واعي بسمع. تمام، أول ما سمع صوت هذا خبر أمه أنه في أصوات، في صواريخ، في انفجارات. تمام، هي سمع يعني ابنها حكى لها، فحبت تشوف، طلعت على الشباك فلقت أنه في هناك انفجارات وأصوات. فإلها أخو كمان بعت إلها على من خلال الجوال: ديري بالك في قصر، ديري بالك والاماكن خطره، ديري بالك على اسرتك وديري بالك على بيتك. تمام، من خلال ان اخوها بعث لها رساله من خلال الجوال، فخافت. هي في الليل نايمه ما كانش سامع شيء، اخوها تمام سمع في الاخبار انه في هناك قصف شديد جدا. اخوها او هنا ما هو اللي قومها وقالها قومي في صوت قصف، انا ما كنت سامع. هو ساعدها، اخوها ساعدها داخل البيت واخذها وشرد فيها لما كان امن. ما كانت سامعه صوتها، كانت نايمه وهي اثناء انه ما بتسمع الشيء. المطبخ كان هو فكرة من خلالها إنه بنقدر نوفر المساعدات لأكبر عدد ممكن، وخاصة اللي هي الوجبات الساخنة لأكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بواجهوا صعوبة في توفيرها خلال فترات الطوارئ، وبالأخص فئة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. بيصير قصف عنا خاف، تيجي بتقول لي يما انا خايف، بقول لها لا تخافيش عادي، هذا بعيد عنا والصوت عادي مش اشكال، عادي زينا زي هالناس، وبأضمهم هيك وما تخافوش. لكن انا في نفسيتي انا بكون خايفه، بس انا بعطيهم الدعم. ويعني احنا لما تصوبنا ما حسيناش بالصوت، بس شفنا حنا مجرحين والردم علينا.